قال لك البقره كاليهم في فرنسا وقالوا راه داخل الجزائر، ما عليك غير على التدبيره تاع بكري واللي هي الكافور. الكافور يدي 15000، شريه من عند العطار وديريه كل جوج حبات ولا ثلاثه في الساشيات، هذوك الساشيات الصغار اللي مدوهم لنا في العرس يعطونا فيهم ادراج تلقيهم عند اللي يبيع صوالح تاع الحلوه. سينو ما عندكش ديري بورصه تاع كونجيلاسيون، كل جوج حبات ولا ثلاث حبات ديريهم في بورصه وتقبيها غايه بالفرشيطه وديريها في فراشك، في لي مونتو، في لي فاليز، تحت الفراش وين ما كاين، في الماريو تاعك وين ما كاين القماش ولا القش حطي. واللي ما تبغيش ريحه الكافور وتجيها قاطعه، ما عليك غير ديري النعناع، القرنفل، الحبق اللي هو الريحان، الزيوت العطريه كتروا منهم، والمسك ما يبغيش هذه الريحه. وما تنسيش عند الباب ديري القطران، وعند التيوق ديري القطران، القطران ما يخلي حتى حاجه ضاره تدخل.